اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج ماذا لو. النهارده حلقتنا خاصه جدا، نفتكر فيها واحده من اعظم الانتصارات في التاريخ، انتصار اكتوبر المجيد. 51 سنه عدت على اللحظه الفارقه اللي غيرت مجرى التاريخ وكتبت بحروف من نور اسماء ابطال قدموا اروع مثال للبطول والتضحيه والفداء. في حلقتنا النهارده هنفتح صفحات التاريخ من تاني وهنعيد ذكريات اليوم الخالد، يوم العبور اللي أذهل العالم كله وأثبت أن الإرادة الصلبة والعزيمة القوية قادرة على تحقيق المستحيل. ومعنا اتصال هاتفي من اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وبطل العملية 180 خلف خطوط العدو بحرب أكتوبر. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. وسهلا، منورنا في ماذا لو. ربنا يخليك ويبارك فيك، أهلا بيك. عايز أبدأ بحضرتك كده، إيه هي مهام الاستطلاع ودورها في حرب أكتوبر؟ شوف يا ستي، دلوقتي بالنسبة للاستطلاع هو المسؤول عن الحصول على المعلومات عن العدو، كل شيء عن العدو، حجمه قد ايه، نوع التسليح بتاعه، موجود في اي مكان، بيتحرك امتى، رايح فين، بيعمل ايه، نواياه المستقبلية ايه. دي حاجة. الحاجة التانية كل المعلومات عن مسرح العمليات اللي هو المنطقة اللي ايه اللي هنحارب فيها، زي الارض شكلها ايه، مصادر العشاء اللي فيها ايه، كل الكلام الخاص بالمسرح ده المسؤول عنه الاستطلاع. تمام، ده رقم واحد. رقم اثنين هو اللي بيقدم المقترحات او التوصيات للقائد، بيقول له ادي نقط القوة بتاع العدو ازاي تتغلب عليها، وادي نقط الضعف بتاعته ازاي تستغلها وتحقق انتصار عليه. ده الشكل السؤال الاولاني اللي حضرتك بتساليه. تمام. ايه اللي احنا عملناه او الاستطلاع عمله في حرب 73؟ مش ده السؤال رقم اثنين؟ اتفضل يا فندم. تمام. الاستطلاع دوره في حرب 73 بدا من يونيو 67. يعني في يونيو 67 القوات اللي كانت في سيناء وخدت اوامر بالاسف بالانسحاب وما كانتش حربت، هي رجعت لك الاستطلاع ما رجعش. فضل الاستطلاع ليه بقى؟ لان طبيعه عمله اول ما تقوم الحرب او مجرد ما فيه حرب بيبدا ينفصل عن القوه الرئيسيه اللي هو فيها ويلاصق العدو او يصاحب العدو، يبلغ عنه للقياده اللي هو بيتبعها اي معلومات عن العدو عشان تتخذ القرار تجاه هذا العدو. تمام يا فندم. اللي حصل ان الاستطلاع في 67 لم ينسحب وبقي في ارض سيناء، وبدات القياده تبدل بقى طول الست سنين دول، نبعت مجموعه ونسحب المجموعات اللي هناك. فعلى طيله ست سنوات لم يخلو جبل في شبه جزيره سيناء من مجموعه استطلاع خلف خطوط. وزي ما بقول دايما، دول اللي جعلوا سيناء كتاب مفتوح امام القياده العامه وامام كل القيادات تخطط لعمليه حرب اكتوبر وتدير الحرب بالمعلومات اللي بيبعتها عناصر الاستطلاع. يعني الاستطلاع بدا قبل الحرب واستمر ما اثناء الحرب، وعاده بيستمر بعد انتهاء الحرب. طب يا فندم، ممكن حضرتك تحكي لنا او تشارك لنا كده قصه انسانيه حضرتك حضرتها خلال الحرب؟ قصه انسانيه؟ انسانيه. إنسانية. بص يا ستي، حلوة إنسانية دي. في إنسانية في الحرب؟ في الحرب أنا كنت بشتغل في مجموعة خلف خطوط. تمام؟ تمام. فقعدت مدة طويلة. بعد أربع شهور خمس شهور، يعني كانوا إيه؟ أهالينا بقى بيقولوا إيه؟ اللي ما رجعش يقولوا ده متحاصر في السويس. بعد كده السويس، الناس اللي كانت في السويس نزلت. فما فيش ما إيه؟ أمال ولادنا فين؟ أهلنا بقى بيسألوا علينا، أنا واللي زي كده. فالقوات عملت حركة في منتهى الذكاء، بدأت تسجل لنا رسائل. احنا بنتصل بالقيادة على طول، في اتصال لاسلكي مع القيادة في مصر، واحنا في عمق سيناء بعيد عن القناب 100-150 كيلو. فابتدينا كل واحد، أنا والجنود اللي معايا حتى المجموعات اللي زي في أماكن أخرى، بنعمل رسالة، بنبعت رسالة لأهلي أنا كويس ما فيش مشكلة وان شاء الله هرجع قريب، يعني بس نوع من الطمانه يعني. فالقيادة الكتيبه بتاعتي خدوا الايه زمايلنا هناك
ياخدوا التسجيل ده ويروحوا ايه على البيت عندي يسمعوه لامه عشان تطمن، وهي تروح في نفس الوقت ايه مسجله لي كلمه رساله بتقولها لي. نفس الكلام للجنود اللي كانوا معايا، لان الجنود اللي معايا 2 جنود فقط يعني، وكل مجموعه تطلع خلف خطوط ما بتزيدش عن 2 ل3 فرد. فانا بقى شوفي بقى امي طالع الانسانيه بقى، تخيلي ام ابنها ما شافتوش بقالها ايه 150 160 يوم وما تعرفش عنه حاجه كتير طبعا. الراجل بتقول له ايه؟ تقول لي اوعى ترجع وسينا فيها عسكري واحد اسرائيلي. الله الكلام الحلو ده. شفت بقى المراه المصريه شكلها ايه؟ والام المصريه بتعمل ايه؟ صح. فطبعا لما العساكر بتوعي يوم يقول لي يا فندم انت متاكد ان دي امك؟ قلت لهم والله امي. كل الدعم، ربنا يحفظها يا رب. الله يخليك يا ست. بشكر حضرتك جدا سياده اللواء نصر سالم، نورتنا. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل مرة تانية، انتظرونا. أهلا بكم مرة تانية. هنسمع قصص حقيقية من قلب المعركة، قصص تبهر العقول وتدمع لها العيون، قصص عن أبطال قدموا أرواحهم فداء للوطن، وعن جنود صمدوا في وجه العدو بكل بسالة وشجاعة. معنا في الاستوديو النهاردة منورنا ومشرفنا ضيف مميز جدا، أحد أبطال حرب أكتوبر، الدكتور اللواء أركان حرب محمد ثروت نصير، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية ومن سلاح المشاة، واحد ابطال طبعا حرب اكتوبر. منورنا يا فندم ومشرفنا. نورت استوديو ماذا لو. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. في البدايه كده عايزه حضرتك توصف لنا بقى اجواء استعداد حرب اكتوبر والانطباعات اللي كانت بتراودكم انتم يعني كضباط قبل بدء المعركه. هو الحقيقه يعني احنا لما استعدينا لحرب اكتوبر كان في خلفيه عن هزيمه قاسيه في 67، فكان لابد ان احنا يعني نتجاوز هذه المرحلة ونبدأ مرحلة جديدة كلها تفاؤل ورغبة وحب في استرداد الأرض. فكل السلبيات اللي كانت في 67 القيادة العامة حولتها إلى إيجابيات. كان في سلبيات كثيرة ما كناش قادرين إن احنا نتغلب عليها في الوقت ده، فبدأ التخطيط لحرب أكتوبر على 4 مراحل رئيسية. بدأنا مرحلة الصمود، ودي بعد على فكرة على طول من يوم 10 يونيو، يعني بعد ما الجيش رجع وبدأ بناء التشكيلات من جديد، من يوم 10 بدأ عملية بناء القوات المسلحة عشان تقدر يعني. فبدأت مرحلة الصمود، ودي كان مطلوب فيها في الفترة دي إن الجيش يصمد ويبدأ يبني فيها التشكيلات والتجميعات كما كانت ويبدأ فيها الحشود. ودي قعدت 14 شهر، ورغم انها كانت لسه يعني كانت قوات راجعه من سيناء الا ان حصلت فيها بطولات زي بعتها تقسيمها راس العش اللي فيها سريع فصيل الصاعقه استطاعت انها تدمر سريه دبابات للعدو. زي في 21/10 اكتوبر تدمير مدمره ايلات، في طلعات بقوات الجويه متفرقه، يعني ده كان بيدل على ان الجيش اللي هزم في 67 كان ضحية وكان وظلم، والحقيقة لم يختبر، ولكن نتيجة يعني قرارات غير مدروسة، قرارات عشوائية حدثت في هذا الوقت مش هنتطرق ليها، لكن هي ده السبب. بدليل ان لما الجيش اللي هزم في 67 هو نفسه الجيش اللي انتصر في 73. انا كنت في 67 ملازم، شفت الاجواء الموجودة وقتها، أجواء الحقيقة مش أجواء حرب، ما كانش فيه أي استعداد وأي إعداد للحرب، ما كانش الجيش جاهز إن هو يدخل يدخل فيه من عايز، يعني إحنا قواتنا موجودة لغاية الحدود الدولية، حدودنا يعني يا سيدي، ما كانش فيه يعني هدف استراتيجي بنفسه، ما كانش فيه مهام استراتيجية، كان فيه انفصال بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية، كل ده أدى في النهاية إلى إلحاق الهزيمة للجيش المصري. طب إيه الصعوبات بقى اللي واجهت حضرتك أو واجهتكم خلال الحرب وإزاي تخطيتوا ده؟ احنا بعد ما رجعنا اتقسمت الى 4 مراحل، مرحله الصمود زي ما قلت، ودي مطلوب فيها اعاده بناء الجيش من جديد.
إعادة بناء الجيش من جديد يعني يتم فيه التعبئة، يتم فيه التدريب، وكان موضوع التدريب الموضوع كان في منتهى الصعوبة، لأن لازم نتدرب على مكان يشابه منطقة العمليات. طب هنتدرب فين؟ احنا موجودين على القناة. فكنا في عملية كنا نرجع في منطقة اسمها البعلوة على النيل، وكنا بنتدرب على العبور والتأديب الأواري وطلوع سد الترابي وتدريب نقطة قوية، وكل الكلام ده كان في هذه محاولة الصمود. المحاولة دي قعدت 14 شهر عشان الجيش يبدأ يقول ويستقر، وكان ممنوع فيه أي يعني اشتباكات مع العدو. المرحلة بعد كده كانت مرحلة الدفاع النشط، دي بدأ قواتنا يعني رفع الروح المعنوية، بدأوا يطلعوا دوريات ويقصروا العدو ويحدثوا فيه خسائر، ودي قعدت حوالي 6 أشهر. دي كل فترة كل يوم بيعدي كان الجيش بيبدأ يستعد للمعركة، ويبدأ بيرفع معنوياته بترتفع، ويعرف صحيح إن ما حدث ب 67 لا يمكن أن يتكرر مرة ثانية، وإن شاء الله ننتصر. وكان معروف إن إحنا لازم هنحارب، يعني لازم هنحارب. يعني عمر إسرائيل ما كانت هتسيب سيناء طواعية ويتغادرها وترجع حدود. مستحيل. لا، لأنها حصلت على مساحات من الأراضي عمرها ما كانت تحلم بيها. يعني سواء سيناء أو الضفة الغربية أو غزة أو جولان، حقيقة يعني مساحات، يعني هي كل مساحتها 21,000 كيلومتر مربع. المساحات اللي حصلت عليها كلها يعني يعتبر 5 أمثال مساحات، يعني كان حلم بالنسبة لها. وهي اعتبرت إن بالحصول على بالسيطرة على هذه الأراضي حقق لها الأمن. ودي طبعًا دي أكذوبة، الأمن يتحقق به يعني سيطرة على أراضي الغير. فدخلنا بعد كده الى مرحله بعد ما خلصت مرحله حرب الاستنزاف، ودي كانت مهمه جدا. دي بدات من 8 مارس 69 حتى 8 اغسطس 70، دي كانت مدتها 500 يوم، ودي كانت خلاص كانت يعني مطلوب ان احنا نرسل رساله للعدو نقول له ونذكره ان الجيش المصري سيتم انتزاعك انتزاع من سيناء وهيحاربك لازم. فبدا من 8 مارس، وانا اتذكر اليوم ده كويس قوي، قصف مدفعيه على طول مواجهه الجبهه بالكامل. 71 كيلو مدفعيه ومركزه من جميع الاعيره، بنيران حشود نيرانيه وكثافه كبيره، حدثت خسائر كثيره في العدو، ودي كان بدايه يعني شعور العدو ان الجيش المصري بدا ان يتعافى من الهزيمه وممكن هو يعني ينتصر عليه. تمام. طيب عايز اسال حضرتك سؤال، اهميه بقى سلاح الجو المصري ودعمه للقوات البريه. طبعا يعني سلاح الجو المصري في غايه الاهميه، مش بس للحرب، في جميع الحروب السابقه يعني. يعني احنا كانت البدايه الافتتاحيه هي كانت ال 220 طائره مقاتله اللي عبرت من فوقنا، وانا اتذكر وشايف كالسهام لضرب حصون العدو ومراكز قيادته. 220 طائره طبعا دي حدثت لنا نوع من النشوه والفرحه. اكيد ان في طيران، احنا كنا شايفين في 67 الطيران الاسرائيلي كان فوقينا بيصول ويجول ويدخل عمق قواتنا ويوصل لعمق مصر وكده. فدي طبعا يعني ما لقيناها، ما شفناهاش في 73، ده على النقيض تماما. عشان كده بقول ان حرب 73 هي النقيض تماما لحرب 67. فالطيران ده في غاية الأهمية، هو ده الافتتاحية بتاعة الحرب، ضرب بيها مركز قيادة، ضرب مركز قيادة الرئيسي اللي هو أم مرجم. يعني ده كان في مركز فيه كل الإشارة وكل الاتصالات اللاسلكية. أيوة. وبعد كده ما ننساش معركة 14 أكتوبر 73، معركة في غاية الضراوة وغاية الأهمية، وسقطت فيها 18 طيارة العدو. يعني تخيل حضرتك لما الطيارة ميج 17 وميج 21 يقاتلوا طائره فانتوم وميراج، فرق طبعا يعني المقارنه النوعيه مش موجوده نهائي. صح. ورغم كده كان الطيار المصري كان بيطلع وكان بيتفوق وكان واسقط 17 طائره اسقطوا في المعركه اسمها معركه المنصوره، ولم يسقط من قواتنا من الطيران الا 5 طائرات وكانت معظمها سبب الوقود. فالحقيقه كانت بساله من الطيارين، فالقوات الجويه ده سند رئيسي خاصه للقوات البريه. لما القوات البريه بتتحرك وفي غطاء جوي ناسي ده بيديها روح وبيديها حمايه قويه، لانها بتضرب الاهداف في العمق.
اللي ما بتطلعهاش القوات البريه. أكيد. فطبعا لا غنى عن القوات الجويه بصراحه، وادت اداء يعني حسنا في 73. اداء طبعا مشرف. طب حضرتك كلمنا بقى عن الروح المعنويه للقوات المسلحه والتضحيات اللي حضرتك شفتها، ويا ترى اثرت بقى بالسلب والايجاب يعني على حضرتك وزملاء حضرتك؟ الروح المعنويه كانت في بدايه يعني بعد النكسه بصراحه يعني معروف انها كانت يعني سلبيه ومنخفضه، ويعني ما كانتش بالروح اللي هي تطول الحرب. لكن مع الوقت ومع التدريب العنيف بدانا نحس ان لازم نسترد الارض ولازم معنويات ترتفع ولازم كلام من ده. فكانت دي سمه غالبه للجنود بالكامل. وبعدين احنا يعني تواجدنا ضباط والمقاتلين ما عادش فيه ضابط وجندي، كلنا كلكم ايد واحده طبعا. طبعا بالاضافه ان الجنود العساكر المرات العليا كان اول مره يتجندوا في القوات المسلحه، كويش جنود قبل كده يعني 100,000 مقاتل من المرات العليا بيدخلوا الجيش، ادوا روح معنويه عاليه وادوا يعني قعدوا مع الجنود المتوسطه والعاده، ادوهم ثقافه وادوهم علم وكده. فكان حقيقه يعني كان منظر جميل جدا. بالنسبه للتضحيات طبعا لا انسى هذا اليوم يوم 9 مارس عندما استشهد الفريق عمنهم رياض، وده استشهد عندنا في عندي في السريه اللي انا كنت فيها في عندي نمره 6، كنت انا قائد فصيله وقتها في المعادله نمره 6 في قطاع الجيش الثاني في الاسماعيليه. ودي كانت ليها قصه يعني حقيقه تدل على البطوله والفداء، لما الرجل الثاني في القوات المسلحه يتواجد على الخطوط الاماميه، خطوط اماميه بينه وبين العدو الاسرائيلي 200 متر عرض القناه والاعلام بتاعته موجود، كونه يدخل يوصل لغايه دي منتهى الجرأه ومنتهى الشجاعه ومنتهى طبعًا البطوله طبعًا. ووصل كان يعني كان قصه الاستشهاد الحقيقه لازم برضو الشباب يعرفها عشان يعني يقدروا مدى التضحيات اللي تمت طبعًا. في فداء للوطن يعني. مش بس الجنود والضباط، لا ده رئيس اركان حركه القوات المسلحه ضد الفريق، هو اللي بيدعم فريقه، هو اللي واقف قدام. ده يعني وصل لنا الساعه 3 الظهر يوم 9 مارس وجاي عشان يستطلع نتائج الضرب يوم 8 اليوم السابق يعني. جاي يشوف نتائج الضرب ايه ويشوف وكده. بنظرت الميدان بس على كان بيبص على الضفه الشرقيه للقناه وكده، لكن مدفعيه العدو الاسرائيلي يعني عرفت ان في يعني اكيد فقصفوا نيران شديده كده ومركزه، وكانت في شظى يعني كانت قاتله واستشهد على اثارها. وده يعني يعتبر انا بعتبره ده ايقونه الشهداء، واحنا ده اللي ادانا يعني روح الصقر اللي عمال نسقط له، وادانا انطباع ان فعلا العدو السيوطي عدو غدار ولابد من محاربته ولابد من قتال ولابد من تخلص انه يعني ينسحب من الارض المحتله. طيب حضرتك قول لي حرب اكتوبر ازاي اثرت على المنطقه العربيه وازاي غيرت موازين القوى في الشرق الاوسط؟ بالتاكيد طبعا مش عايز كلام يعني لما الدوله مهزومه هيكون منظرها ايه في وسط الدول العربيه، لكن حرب 73 اعطتها مكانه عاليه مكانه في وسط، وحسوا ان الجيش المصري جيش قوي قوي ليه جيش طبعا. يعني جيش للردع ليس ليس جيش يعني جيش رشيد وليس جيش معتدي، ولكن بدا يحارب عشان يسترد الارض. لم يسبق في تاريخ الجيش الجيش المصري اعتدى او يعني اخترق حدود اي دوله اخرى، بالعكس هو كان بيدافع دايما عن قضيته. لما حصل ان اسرائيل محتليه سيناء فكان لابد من انه يسترد الارض، فكان الجيش كان لابد من الصياد واستطاع ان هو فعلا ينتزع جنود اسرائيل من ارض سيناء. فيعني كانت العمليه الحقيقه يعني كلنا اتذكر هذا اليوم يوم التحرير، وده يوم لا يعني في ذاكرتي وكأنه حدث بالامس القريب واحنا عدينا القناه وحاربنا العدو. وكان واضح جدا ان في فرق في ميزان القوه بيننا وبين اسرائيل في هذا الوقت، كان ميزان القوه كان لصالحنا على الرغم انه كان يمتلك احدث الطائرات واحدث الدبابات، واحنا كنا نمتلك اسلحه دفاعيه اسلحه استخدمت في الحرب العالميه الثانيه. فاحنا وضعنا بعد حرب 73 كان يعني حاجه مشرفه، وميزان القوه كان لصالحنا، ومكانتنا في وسط على يعني المستوى الدولي ومستوى الاقليمي ومستوى العربي كان طبعا مستوى عالي جدا، وكلهم بصوا لنا نظره اعتزاز ونظره فخر بفضل ربنا إحنا طبعا انتصرنا وما حدش يحارب معانا. وبرده من عبقريه السادات لازم برده اذكرها الجزئيه دي انه يعني
استغنى عن الخبراء السوفيت في سنة 72. تمام. يعني عبقريته عشان لما يحصل حرب وننتصر ما يقولوش ان القوات السوفيتية او هي الخبراء السوفيت هي السبب ان احنا كسبنا، دي برضه عبقرية هذا الرجل. صح. حقيقة يعني طبعا رجل عظيم، رجل طبعا رحمه الله عليه والسلام. طبعا راجل درجة انه في كتاب البحث عن الذات قايل جملة جميلة جدا لازم برضه اذكرها. اتفضل. يعني لا ندخل حرب من اجل الحرب، ولكن ندخل الحرب من اجل ان نجد لنا مكانا محترما في مائدة المفاوضات. شوف يعني ايه مش تحر، لكن كلام مؤثر جدا. هو احنا خدنا الارض لغايه حدودنا الدوليه، خدناها ازاي؟ بالحرب، بدات بالسياسه ثم الحرب. حرب عشان يعني ايه؟ نحرك القضيه، نحرك حركه الاجواء اللي كانت موجوده اللي هي لا سيما ولا حرب كده، كان الاجواء الموجوده قبل الحرب. فلما يعني لما بدات المعركه وحركنا القضيه، بدا هو خلاص، هو كان توجيه السياسي العسكري ان هنعبر القناه ونحتل راس كوبري لمسافه 20 كيلو. وهو بعد كده يكمل سياسيا، وهذا ما حدث فعلا. يعني احنا نجحنا ان احنا عملنا مرحلتنا كامله، عبور القناه وتسلق سطح الترابي وتدوير نقطه قويه وعبورنا بالضفه الشرقيه وعملنا راس كوبري 20 كيلو، وما قدرش العدو ان يخترق هذا راس كوبري. خلاص طيب هل نقدر احنا نكمل ال 200 كيلو لغايه سينا؟ كان صعب. كان صح، هنبعد عن بقى حائط الصواريخ وليها مشاكل كتير، لكن بمهارة السادات وحنكته السياسية استطاع ان هو يجيب لنا الارض كاملا حتى حدود الدولية بالمفاوضات السياسية مع رئيس خارجية الولايات المتحدة الامريكية هنري كيسنجر، اللي هي الحركات المكوكية اللي كان بيعملها، واستطاع فعلا هو بذكائه وبسياسته ان احنا نحصل على الارض بالكامل في 25 ابريل عام 82. طيب الدروس بقى المستفادة من حرب اكتوبر؟ دروس طبعا، يعني هي كلها دروس مستفاده. هي الحرب دي بتدرس في المعاهد الاجنبيه بره وفي الكليات العسكريه، لان يعني حصل اقدر اسميها عبقريه في التخطيط وتناغم في التنفيذ. عبقريه في التخطيط وتنافس، كل حاجه موجوده في حرب 73 بتدرس دلوقتي، سواء التخطيط اللي تم سواء الحرب نفسها. يعني تخيل حضرتك مثلا في توقيت واحد 80,000 جندي مقاتل، 80,000 يعني خمس فرق بينزلوا يركبوا القوارب في توقيت واحد، تسلقوا السد الترابي، بتدمر نقطة قوية وبيتحركوا إلى الضفة الشرقية للقناة ويعملوا راس الكوبري. في تناغم كامل، كل أفرع راسية اشتغلت في توقيت واحد. الكلام ده كله صعب جدا يتم إلا بالتدريب الجيد اللي احنا حققناه في 6 سنين، إلا بفهم جيد لمراحل، كل واحد فاهم مهمته كويس، كل واحد اتدرب عليها كويس، وما كانش لنا هدف إلا إن احنا نحرر الأرض، وكانت عقيدتنا النصر أو الشهادة. ففيها دروس كتير جدا خدناها. أولا يعني يكفي إن احنا هزمنا الجيش الصيري الذي دايما كانوا يتشدقوا به أنه الجيش الذي لا يهزم، هزمناه. الزراعة الطولة لإسرائيل، الطائرات بتوصل لعمق مصر، طبعا قطعنا الزراعة الطول. 80,000 جندي مقاتل كانوا موجودين على الضفة الشرقية للقناة ليلة الستة، يعني في نفس اليوم استطعنا ان احنا نعمل مفاجأة للعدو، وانتزعنا الودقة. الخداع الاستراتيجي اللي احنا عملناه اللي بيدرس دلوقتي، خداع استراتيجي على اعلى مستوى، وليه طبعا ليه حكايات طويلة جدا كيف ازاي تنفسناها. على الرغم من المخابرات الإسرائيلية بتنسق مع المخابرات المركزيه سي اي اي، الا ان احنا تغلبنا عليها. مخابرات غلبت بدليل انهم ما عرفوش ميعاد الحرب، ما عرفوش توقيت الحرب، فوجئوا. يعني هنري كيسنجر نفسه كان بيحكي في مفاجاته ان مساعد وزير خارجيه كان بيصحي من النوم بيقول له ده في حرب في الشرق الاوسط. مين اللي بدا؟ هو توقع ان دخلها ساعتين واسرائيل تكسب المعركه وخلاص وكمل نومه. ده كلامه في مذكرات هنا في السنه كده، لكن طبعا الموضوع كان غير كده خالص. أيوة كان زلزال، يعني بعتبر حرب اسمها زلزال. هو ما كانش متخيل ان ده اصلا ممكن يحصل في يوم. لا هو كان متخيل، ولا اي دوله ما كان متخيله ان يحصل هذا. في عزيمه واصرار، فربنا فضل ربنا حقق النصر طبعا. يعني طيب بعد مرور 51 عام على الحرب، ايه بقى ابرز الذكريات التي لا تزال في ذهنكم عالقه لحد الان؟ يعني انا وقفت على سات الترابي مع وسط سريتي ومنتظر دقائق، سات التراب غرب القناه يعني قبل العبور، ومنتظر في دقائق هوصل لغرب لشرق القناه في مواجهه العدو واكمل ونحرر الارض. دي طبعا دي في دماغي لغايه دلوقتي، لحد دلوقتي محفوره هنا انا واقف طبعا.
بالشده الميدانيه والسلاح ويمين وشمال الجنود، وهننزل مع بعض كلنا نركب العشر قوارب ونعبر القناه دي لا تنسى. طبعا الحاجه الثانيه ان احنا بعد ما وصلنا راس الكوبري ودمرنا كون اي دباكه تقترب من راس الكوبري كان مدمرها، دي لحظات كانت فارقه بالنسبه لنا، خاصه ان احنا كمشاه لما عبرنا من غير الدبابات، فكانت نقطه صعبه جدا بالنسبه لنا، يعني احنا تحملناها، لكن كان في استعواد لهذا ان المدفعيه كانت مرافقه لنا بصفه مستديمه حقيقه. ضرب نيران وحشود نيرانيه امام دبابات العدو بإضافة الى المقذوفات الموجهه مضاد الدبابات، كانت اي دبابه بتقترب من راس الكوبري كانت بتتدمر. وده قدرنا نحافظ على راس الكوبري في اول يوم، كنا خدنا 3 كيلو اول يوم، في ثاني يوم بنزود لغايه ما وصلنا اليوم 11 الى 20 كيلو، واحتفظنا به وتماسك الكوبري واصبح صعب جدا انه يخترق، وده كان نجاح المعركه. بشكر حضرتك سياده اللواء الدكتور محمد ثروت النصيري على مشاركتك معنا النهارده، نورتنا وشرفتنا في ماذا لو. لا انا بشكرك، شكرا جزيلا. بنأكد ان روح اكتوبر هتفضل وسطنا وهنحكيها لاجيال واجيال، وهنعرفهم يعني ايه بطوله وفداء وتضحيه، واننا طبعا هنفضل اوفياء لدماء شهدائنا. دمتم في امان الله، والى اللقاء، انتظرونا في حلقه جديده من برنامج ماذا لو.